أهلا بكم إلى فضاء حر. رئيس جديد لحكومة قديمة على وقع ما يعتقده البعض صفقة سياسية يمكن أن تسهم في حلحلة الأزمة القائمة بين السلطة الشرعية وحلفائها المفترضين. على مستوى الأداء يرى البعض أن تعيين الدكتور معين عبد الملك على رأس الحكومة سيسهم في نقل العمل الحكومي إلى موقع الفعل، على ضوء أن عبد الملك كان واحدا من أنشط الوزراء في حكومة بن دغر، فيما يرى طرف آخر أن المشكلة لم تكن في بن دغر كشخص بل في حكومة برمتها، وبالتالي فإن تغيير بن دغر لن يعني بأي شكل من الأشكال أننا سنشهد تحسنا في أداء الحكومة. على المستوى السياسي من المهم الإشارة دائما إلى أن حكومة بن دغر كانت محدودة الحركة من قبل الأطراف الإقليمية وميليشياتها في الداخل اليمني، ومنعت لأكثر من عامين من التصرف بأجزاء كبيرة من مواردها. هذا سيقود إلى سؤال: هل جاء تغيير رئيس الحكومة على أساس اتفاق سياسي؟ ينظر البعض فإن هذا الأمر هو الطريقة الوحيدة التي ستعني تغير مواقف الأطراف السياسية الداخلية والخارجية، وهما يمكن أن يقود إلى أن تصبح الحكومة قادرة على السيطرة على مؤسساتها ومواردها في المناطق المحررة، ما سيتيح لاحقا الحديث عن إمكانية نجاح الحكومة. إذن ما هي دلالات تغيير رئيس الحكومة وما الذي سيتغير؟ لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا من القاهرة وكيل وزارة الشباب حمزة الكمالي، ومن عدن الكاتب الصحفي صلاح الصقلدي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكما السؤال المشترك، وأبدأ معك أستاذ الصقلدي. إذن ما هي دوافع إقالة بن دغر في هذا التوقيت من وجهة نظرك؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. في تقديري أن إقالة رأس الحكومة فقط ولا يشير إلى أن هناك توجه حقيقي لمكافحة الفساد وإجراء إصلاحات عامة، وبقدر ما هي تم إقصاء الرجل لحسابات أخرى، ربما هناك حسابات حزبية داخل المؤتمر الشعبي العام، ونتيجة للمواقف والمشادات التي حصلت معه ومع الإمارات بالآونة الأخيرة، فضلا عن أن تكون هذا قالت رئيس الحكومة هي نوع من تطيب خاطر المجلس الانتقالي أقدم عليها الرئيس، وبالتالي فإن نظرنا إليها كخطوة نحو مكافحة الفساد ونحو إصلاحات عامة فهي لا تمثل خطوة على الإطلاق. صحيح أن بن دغر اعترى عمله كثير من الفشل ومثل أحد رموز الفساد داخل حكومته وداخل السلطة بشكل عام، إلا أن استهدافه فقط مع إبقاء حكومته فلا يمثل أي جدية بمكافحة الفساد على الإطلاق. الفساد كما نعرف هو منظومة كرست نفسها وأوجدت نفسها بشكل كبير إلى حد أنها أصبحت مؤسسة داخل الدولة، وأي مكافحة لهذا الظاهرة فلا يجب أن تقتصر على رأس الحكومة، كما أن لا يجب أن تقتصر على الحكومة كلها. إذا افترضنا أن هناك تم إقالة الحكومة كلها، فالفساد يعتري من الرئاسة إلى الحكومة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية. طيب، يعني في هذا السياق ما هي دلالة التوقيت أستاذ صلاح في سياق عملية تغيير رئيس الحكومة مع وضع بالاعتبار لكل ما تفضلت به الآن؟ التوقيت هو لا شك أنه أتى بعد احتجاجات شعبية كبيرة. إذا أخذنا العامل الداخلي فهناك غضب شعبي كبير وسخط من عمل الحكومة ومن فشلها ومن أدائها بدون شك، فربما هذه الخطوة كانت نوع الرسالة على أن هناك تلبية لرغبات الشارع وتهدئات من سخطه على الفساد وعلى هذا الفشل وما يعاني المواطن من غلاء يسحقه سحقا والأسعار ترتفع بشكل كبير. فأما بالخصوص الجانب الخصوص الإقليم فهناك لهم حسابات كثيرة، في تقديري بأن بن دغر مثل عقبة ربما أمام خطوات التحالف داخل الجنوب بالتحديد، وكان ربما لا يراد له أن يمشي كما
كما كان يمضي بهذا الاتجاه، فضلا عن هناك كثير من المآخذ أخذت على الرجل بالداخل والخارج وكانت نتيجته بهذا الشكل. فهو قدم أنا حسب تقديري هو قدم كبش فداء ليس أكثر، برغم أنه لا يستحق أن يبقى في هذا المنصب، وكان يفترض كانت تفترض هذه الإقالة أن تكون منذ سنة على الأقل. طيب بداية دعني أشير إلى أن وكيل وزارة الشباب والرياضة الذي كان من المفترض أن يكون معنا يعني لا يجيب على الهاتف الآن، لكن سنرحب بمن ينضم إلينا الآن، الأستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة وكذا المحلل السياسي. أرحب بك أستاذ عبد الهادي. في سياق الحديث عن دلالات تغيير رئيس الوزراء ودوافع هذه دوافع إقالة بن دغر وإحالته إلى التحقيق و تعيين معين عبد الملك، ما هي برأيك دوافع هذا التعيين في هذا التوقيت بالذات؟ أعتقد أن دلالة التعيين تقرأ من سابقاتها بشكل عام، هنالك كانت حالة احتقار عامة، هذه مسألة داخلية، لكن العملية الأساسية ترتبط بجائزة أساسية بما مدى الاتفاق بين الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور احمد عبد بن دغر والاقليم. هنالك صدامات كانت قد حدثت بين الاخ رئيس الوزراء المقال وما بين الاخوات من التحالف العربي ممثلا بالامارات فيما يخص حادثه قطره وما يخص ايضا عدن، وهنالك مجموعه من الاشكالات، اي ان هناك ما يمكن تسميته بالتسميه العامه التي حدثت، لكن لم تكن لهذه الدوافع والتغييرات اثرا ذاقنا اذا لم يجري بدرجه اساسيه تغيير الوضع الذي كان يقيد الحكومه وتغيير الظروف المحيطه بالحكومه القادمه. هذه الاسس الاساسيه، هل سوف يجري دعم البنك المركزي؟ هل سوف تتوقع للحكومه الجديده السيطرة على مواردها السيادية خصوصا النفط والغاز والموارد الداخلية التي تستند عليها بعض الفئات والجماعات في الداخل؟ هنالك جملة من القضايا كانت على كل القدرات كانت على مدار 4 سنوات من الحرب ابتداء من أول حكومات ثم الحكومة الثانية. علينا أن لا ننسى أن الحكومات لم تستقر في الداخل سوى بعض الوزراء على رأسهم الأخ وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء، تقريبا أكثر الوزراء استقرارا وبقى على الأرض وأيضا يعمل بقوة وبشكل كامل. هذه المسائل ارتبطت بالخارج أكثر من الداخل بشكل عام. هنالك فعلا هنالك تفاوض في التنمية أو انهيار في الريال. طيب في سياق استاذ عبد الهادي، في سياق التوقيت، يعني هناك من يضع اعتبار لهذا التوقيت، يتحدث الاستاذ صلاح الصقلدي ان الاقاله تاخرت، التغيير تاخر، لماذا الان قام الرئيس عبد الرب منصور هذه بهذا القرار؟ هل تعتقد ان لو ان الحكومه اقيلت واستبدلت بحكومه اخرى بدون توافق مع دول التحالف كانت يمكن ان تنجح؟ نحن لا نتكلم عن حكومة لم تمارس مهامها بشكل صحيح على الأرض، لم تتمكن من البقاء، لم تستطع إدارة الملفات المنقلة إليها، أي حكومة لم تكن بمعنى لأن هذه هذا العمل. هنالك حالة من التداخلات، هنالك حالة من الضعف، كانت الأساس فيها عن وضع إذا تعود الحكومة بقوة من يومها ويكون للحكومة مخلبا ونابا على داخل أي قوة حاسمة ممثلة بقوة الأمن والجيش والسيطرة بشكل عام، كانت يجب أن تكون العلاقة ملتزمة ما بين التحالف العربي وأدائه على الأرض الحكومة بشكل عام، أي أن لا يتم التعامل مع أي من الأطراف إلا عبر الحكومة، لكن بنادرة في الفترة الماضية جعل الحكومة خارج السياق نفسه. إذا هل سوف تتغير المحيطة عبر التحالف العربي في المناطق المحررة والحكومة نفسها؟ هل هنالك برنامجا تنفيذي؟ هل يستطيع الآن من قاموا بتغيير رئيس الوزراء أن يمنحوا رئيس الوزراء الجديد الذي لا غبار عليه لا من حيث الأداء ولا من حيث الشخص؟ هذا الرجل كان يؤدي أداءه بشكل جيد، هو أحد شباب الثورة، هذه مسألة لا خلاف عليها، هنالك قاعدة شعبية خلفه، إلى الآن لم يتم قياسها واستدارها بشكل عام، لكن أنا أعتقد أن الظروف كلها في صالحين في حالة واحدة، المسؤولية كانت ما بين الحكومة والإخوة في التحالف
هذه. طيب أستاذ عبد الهادي، يعني هذا الأمر تزامن مع إلغاء المجلس الانتقالي، يعني هناك تراجع عن التصعيد الذي كان متوقعا أن يحدث في 14 من أكتوبر الذي مضى، وهذا ما أسأل فيه الأستاذ صلاح السقلدي، يعني تراجع المجلس الانتقالي عن ما يبدو أنه كان خطوات تصعيدية في سياق تزامن ذكرى الاحتفال بالرابع عشر من أكتوبر في الوقت ذاته الذي تغير فيه رئيس الحكومة. هناك كثيرون يفسرون أن الأمر هو صفقة سياسية تمت، كيف تفسر أنت هذا التزامن؟ إن كان ثمة صفقة سياسية فيكون موقف المجلس الانتقالي نوعا ما طيب أمام جماهيره على الأقل، ولكن ما أعتقده ومن خلال البيانات التي أصدرها المجلس الانتقالي لا يبدو أن هناك صفقة على الإطلاق، لأن إذا كانت هناك صفقة فما الذي تم أصلا؟ تم عزل رئيس الوزراء فقط، وهذا أقل، وهذا لم يكن مطلب للانتقالي على الإطلاق، مطلب الانتقالي بالحد الأدنى هو إقالة الحكومة كاملا، مع أن هذا المطلب برضه هو ليس مطلب سياسي للمجلس الانتقالي، للمجلس الانتقالي برنامج سياسي وهدف سياسي معروف بأنه استعارة الدولة الجنوبية، إنما مطلب تغيير الحكومة فهو يظل مطلب آني فرضته الأوضاع المعيشية الصعبة. لماذا لم تستمر الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها المجلس الانتقالي أستاذ صلاح؟ يعني لم نشاهد هذا التصعيد الذي كان متوقعا. صحيح، ربما هناك ضغوطات، أنا في تقديري أن هناك ضغوطات مرست على المجلس الانتقالي ربما من الإمارات، حصل هناك نوع من الضغوطات على أن الأوضاع لا تستحمل أكثر من المشاحنات بحيث تفضي إلى نفس النتيجة التي حصلت في يناير الماضي، وربما حصل هناك تلبية من المجلس الانتقالي ولكنها ليس بالحد الذي يتصوره البعض، فلا زال الانتقالي متمسك بمطالبه وما زال عند رأيه على الأقل إعلاميا. صحيح أنه تراجع عن النزول إلى الشارع وخفف من حدة الخطاب الإعلامي والسياسي أمام الحكومة أمام الشرعية برمتها، إلا أنه لا زال حسب البيانات بأنه سيعيد الكرة مرة أخرى، ولكن هذا يتوقف على نوع وحجم الضغوطات التي تمارس عليهم من الخارج. طيب الآن في سياق أن ما تم تغييره هو رئيس الحكومة فقط، تتحدث على أن هناك فساد عام في يحتاج إلى التغيير، تتحدث حتى عن تغيير الشرعية أيضا، يعني من رأس الفساد هذا كما تقول من رأس الشرعية، هل يعني هذا الأمر أن مطالب تغيير الحكومة جاءت خارج إطار المطالب التي تقومون فيها، أو تغيير رأس الحكومة كان إرضاء فقط، كيف تسميه أنت؟ هو محاولة إرضاء صحيح، ولكنه كان بحد أدنى يعني أكثر من اللازم، فالمطالب التي طرحها المجلس الانتقالي وإقالة الحكومة الفاسدة التي تعترف الشرعية برمتها والتحالف بأنها حكومة فاسدة وحكومة فاشلة، وبالتالي كان المطلب الانتقالي هو نابع أصلا من مطالب الشعب هنا في الجنوب وفي عدن بالذات، وكانت التلبية ليست بالمستوى المأمول على الإطلاق، فإبعاد رئيس الحكومة وإبقاء الحكومة كما هي لا يمثل أي شيء على الإطلاق. هذا كان في هناك ربما كانت تأملات أن يكون حكومة مصغرة وحكومة فاعلة وحكومة من الرموز النظيفة التي لم تنغمس بالفساد ولم تتورط بهذا الوضع السيء الذي نحن فيه، ولكن حتى هذه الحكومة المصغرة التي أزداد الحديث عنها بالأيام الأخيرة لا يبدو أنها سترى النور على الإطلاق، والدليل أن رئيس الوزراء أدى اليمين أمام الرئيس قبل يومين، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الرئيس مكتفي بتغيير رئيس الحكومة وإبقاء وأتى برئيس آخر، ونفس الفكرة هي ما حصل مع حكومة بحاح، وحتى هذه الخطوة من الناحية الدستورية خطوة ليست دستورية على الإطلاق، وحتى إن قلنا أن الدستور معلق بعض الشيء فالمبادرة الخليجية تنص على أن أي تغيير للحكومة يجب أن يكون من الرئيس بالتشاور مع كل القوى ومع كل الأحزاب الموجودة بالساحة. طيب هل ترى أستاذ عبد الهادي أن هذا الأمر تم؟ يعني مسألة شرعية هذا التغيير كيف تنظر إليه أستاذ عبد الهادي العز عزيز في سياق أن هذا القرار جاء يعني وتضمن أيضا إحالة رئيس الوزراء السابق إلى التحقيق؟
من حيث شرعية القرار هنالك عرفا جرى قبل ذلك وصمت الناس عليه، غير رئيس الحكومة السابق الدكتور أحمد عبيد بن جبرة عندما غير الأقدحاح الذي كان رئيسا للوزراء، وهذا أصبح بمثابة عرف البلد لا البلد تحت رحى حرب، وبالتالي رغم أنه لا توجد إعلان لحالة الطوارئ لكن عمليا يعتبر الدستور في حالة تعليق، وبالتالي ما دام البرلمان غير قادر للاجتماع فتظل الحكومة يظل الاستبدال قائم وقد شرعنا الاستبدال السابق، فوجد أشبه بعرف دستوري ما دام المسألة لم يعترض عليها إلا من النواب أو البقية، البلد تحت رحى حرب، وبالتالي شرعية هذا القرار مأخوذة من شرعية سابقين، وشرعية سابقين اقتضت هذه المسألة، لا أعتقد أن هنالك ربط أو أن هناك حكومة مصغرة، المسألة كما طرحت هنالك فقرار جرى التفاوض عليها لها بنود لم تتضح إلى الآن، لكن يبدو أن هنالك إمكانية لإعطاء هذه الحكومة فرصة للعمل على الأرض للسيطرة على مواردها، هذا ما يتضح إلى الآن، وهذه العملية سوف تؤدي إلى نوع من المسؤولية في الاستقرار، أيضا يقال أن هنالك التزامات من الأطراف في التحالف العربي بعدم التعامل مع أي من القوى أيا كانت إلا عبر الحكومة والشرعية اليمنية، أيضا مسألة ربط المجلس الانتقالي أو غيره بالحكومة، المجلس الانتقالي له مطالب لا تقتضي تغيير الحكومة بل تقتضي الاستقلال، وبالتالي لا ربط بين العمليتين بالخارج، هل هي إرضاء أو ليست إرضاء، هذه مسألة لا تختلف، المجلس الانتقالي يتعامل مع الحكومة وكأنه غير معترف بها، هو لديه مطالب مرتبطة بالاستقلال، ولا يمكن الربط بين المطلبين، المجلس ليس تنظيما سياسيا معترفا بالحكومة بشكل كامل لأجل أن يطالب بتغيير الحكومة أو تفعيلها، المسألة الفساد وغيره لا يمكن قياسه بهذا الشكل ما لم يتم تفعيل الميزانية العامة. طيب برأيك أستاذ عبد الهادي يعني وبوضع الاعتبار لمواقف الأحزاب التي لا يبدو أنها أعلنت موقفا واضحا في سياق هذا القرار، أنت تتحدث على أن هناك إمكانية لأن تعمل هذه الحكومة على الأرض وتدعم، كيف يمكن فهم هذا الأمر أو كيف وضعت هذه الاحتمالية في سياق أن الأحزاب إلى الآن لم تعلن بشكل واضح عن دعم هذا التعيين بالنسبة لرئيس الحكومة معين عبد الملك؟ إلى الآن لم يبدو سوى تغيير شخص رئيس الوزراء، أي أن نسبة التوافق القائم في الحقائب الوزارية لا زال قائما، الصمت في اللغة الصمت عند العربي علامة الرضا، لو أن الأحزاب معترضة لكانت أصدرت بيانات وأدانت وندبت، لكن الصمت هو في الأصل علامة رضا، هنالك نوعا من مسألة الرضا لكن غير المعلن للشارع، هذه المسألة لم تتم كخطوة سوى بعد بالتأكيد بعد التشاور مع القوى الرئيسية من القوى السياسية المتوافقة ضمن الحكومة أو ما يسمى بأحزاب دعم الشرعية، أو لكنا شاهدنا بيانات إدانة أو تنديد أو من هذا القبيل، لكن إلى الآن المسألة متوافقة، المجلس الانتقالي كان لديه صوتا مرتفعا وخفت فجأة، أي أن المسألة مرتبطة بالدور الإقليمي أكثر مما هي مرتبطة بالدور الداخلي، هنالك قوى اصطنعت أزمة اقتصادية حاولت الضغط لا يعني كان تغيير الحكومة ولكن تمرير مجموعة من الملفات التي لا زالت شائكة داخل التحالف العربي بين التحالف العربي والحكومة اليمنية، إلى اليوم ربما هناك حالة شبه توقف في كافة الجبهات، سوى جبهات صعدة فقط المتحركة، أما بقية الجبهات في الساحل الغربي أو في محافظة سعيد أو البيضاء أو مارب أو الجوفة، هذه شبه حالة من شبه التوقف، أي أن هنالك فعلا حالة من التفاوضات والتسويات تجري على مستوى أرض الواقع، خصوصا مع الأحداث الأخيرة التي ارتبطت بما حدث في تركيا وما يحدث ايضا وما حدث في عدن والعلاقات ما بين التحالف والحكومه ومساله النهر ومساله بقايا القضايا اليمنيه الشائكه والتي على راسها التحرير والمشكله الاقتصاديه، مشكله التامين، ادائيه الحكومه، مشكله ضم بعض التشكيلات التي عملت خارج الحكومه كما تدعي الحكومه ومطالبتها بدم هذه التشكيلات، ما يسمى بالاحزمه الامنيه او النقاب ومن الجيش والامن الرسمي،
هذه الملفات كلها تقريبا قد كان جرى البحث فيها وهنالك اتفاقات في هذا الاتجاه، وهي جزء من التسويات الاخير. هنالك فعلا عمليه تسويه تجري، يعني افهم منك ان هناك تسويه تجري بالتوافق مع الاقليم. هذا الامر يعني ان او يفهم منه ان المجلس الانتقالي لم يعد لديه، يعني لم يكن جزءا من هذه الصفقه. يعني هل تم تجاوز المجلس الانتقالي استاذ صلاح في سياق ما يجري من تفاهمات ما بين دول التحالف والرئيس هادي الشرعيه؟ لا نقول أن هناك تجاوزات حصلت على الإطلاق، لأن موضوع تغيير الحكومة هو ليس هدف رئيسي من أهداف المجلس الانتقالي، هو هدف لكنه أعلن عن ذلك في سياق مطالباته، في سياق البيانات صحيح الأخيرة صحيح تم الإعلان عن هذا الطلب. نعم بشكل رئيسي وتم تحديد الحكومة، ولم يتم تحديد الحديث عن الرئيس هادي في سياق البيانات الأخيرة. لا حل ان هناك حصل تجاوز للانتقالي بمعنى كلمه تجاوز، ما اعتقد ان هذا، لان المجلس الانتقالي هو موجود اصلا كقوه سياسيه، كقوه عسكريه، كقوه جماهيريه، لا اعتقد ان حد يستطيع ان يتجاوزه بقرارات. فالحديث عن هكذا تبسيط الامور ليس صحيحا على الاطلاق. صحيح ان هناك يحصل تجاهل ربما مؤقتا، ولكن ان نقول ان هناك حصل تجاوز حقيقي وتهميش حقيقي للمجلس الانتقالي فليس هذا القول دقيقا على الاطلاق. دعني اعرج على مساله مهمه. فالحديث طيب لماذا لم يكن هناك موقف من قبل المجلس الانتقالي في سياق تعاقيبه على هذا التغيير؟ ليس هناك مواقف معلنة من المجلس الانتقالي بخصوص ما تم تغييره على مستوى رئيس الحكومة؟ لا، هناك بيان صدر قبل يومين بعد اللي قاله ب 24 ساعة تقريبا، وقال هكذا بما معنى البيان، قال ان هذه الخطوة ليست كافية على الإطلاق، وان المطلب المجلس الانتقالي لا زال عند موقفه بإقالة الحكومة كاملا وتشكيل حكومة خالية من رموز الفساد. وبالتالي دعني هناك أعرج على موضوع آخر، فالحديث عن أن هذا الإبقاء على الحكومة كما هي والاكتفاء بعاد رأسها، فهذا يعني بالضرورة أن بن دغر كان هو المشكلة والعقبة فقط، وهذا ليس صحيحا على الاطلاق، برغم ان الرجل مثل ما قلت لك انه اعتراه الفشل والفساد بدون ادنى شك في هذا، ولكن ابقاء الحكومه في هذا والتمسك بفشلها هذا لا يشير على الاطلاق ان هناك جديه، لا تعاطي سياسي ولا نظر الى الحجم الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه الناس هنا. فالوضع المعيشي هو ناتج عن فشل الحكومه، هي ما تزال موجوده، حكومة لا تزال موجودة، واكتفى رئيس الدولة بإبعادها، وفي تقديري أن هذا الإبعاد الذي اقتصر على رئيس الحكومة له أبعاد أخرى، منها البعد الحزبي. فبن دغر كان نشطا داخل المؤتمر الشعبي العام، وحاول أن يلم شتات المؤتمر الشعبي بالداخل والخارج، ومن الخطوات الأخيرة التي حصل وأن هناك حصل انزعاج من الرئاسة ومن الرئيس عبد الرب بالذات، فهم هكذا الرئيس بأن بن دغر يحاول إقصاءه حزبيا داخل المؤتمر الشعبي العام، خصوصا وان المؤتمر الشعبي العام لا زال يحظى باهتمام سواء بالمبادره الخليجيه التي لا تزال هي احد المرجعيات، او بالترتيبات القادمه التي سيكون المؤتمر الشعبي العام. طيب دعني انقل هذه النقطه الى الاستاذ عبد الهادي العزازي. المظله السياسيه التي يبحث عنها الرئيس كان بن دغر يحاول ان يستحوذ عليها. الصراحه حول المؤتمر، هل تتفق مع هذه النقطه، مع ما طرحه الاستاذ صلاح الصقلدي استاذ عبد الهادي، من ان المساله مساله التغيير ترجع اساسا الى الصراع على حزب المؤتمر، على تركة حزب المؤتمر الشعبي العام، بين الرئيس هادي من جهة وبين الرئيس الوزراء السابق بن دغر؟ لا أعتقد ذلك إطلاقا. هذه المسألة لا يمكن تصورها، لأن المؤتمر لم يعد بذلك الحزب، بل الفريق الكبير أصبح لا يمتلك قوة عسكرية وأصبح مشقوقا نصفين، والنصف الاخر الذي من المفترض ان يكون مع الشرعيه قسما كبير لم يحسموا امرهم، لا زالوا في القاهره ومتوزعين على مكان اخر. المؤتمر عمليا كان خلف الدوله، وبالتالي حيثما ذهبت الدوله ذهب هذه المساله، لا يمكن
أن نعتبرها في هذا السياق. تغيير رئيس الوزراء تم بنا سياق آخر مرتبطا بتعاليق الحكومة على الأرض وأدائيتها وصراعها مع الأطراف الإقليمية. هذه مسألة ممتدة من إشكالية سوق الأطراف ومن إشكالية الداخل. فيما بعد ثم من المسألة الاقتصادية هنالك نوعا من السيادة لم يعطي الحكومة الفرصة بأداء عملها على الأرض، وبالتالي كانت الحكومة تطالب بأن يطلق يدها فيما يخص الموارد السيادية والموارد المحلية، تشغيل الموانئ غيرها، السيطرة على الجيش غيرها من القضايا الأساسية، إدارة المعركة العسكرية إلى جانب المعركة السياسية على مستوى الداخل والخارج. كان رئيس الوزراء قد استطاع أن ينتزع حتى مسألة التفاوض، فهو من رأس وفد الحكومة في التفاوض. هذه المسألة لا يمكن أن تنتج كصراع. المؤتمر لم يعد إغراء بالمعنى الكامل، كون قسم كبير منه قد تعرض لتشتت المؤتمر، أكل الدولة وبالتالي قدم نفسه كضحية معها، فلا زال نصفه في صنعاء حليفا بالانقلاب، ومن خرج أو تمكن من الخروج لا زال قسما منهم لا يعترفون لا يتحملون مع الشرعية على أنها مرجعية لهم كسلطة سياسية أولا حتى يناقش الجزء الآخر منها. طيب برأيك الآن هل أمام المجلس الانتقالي أزيلت عقبة أمام يعني طموحات المجلس الانتقالي؟ أستاذ عبد الهادي برأيك الآن أستاذ عبد الهادي نقض ربما أن رئيس الوزراء الذي تم إقالته كان على علم بالإقالة قبل تنفيذها تماما، وهذا ما أعطى ردة فعل أنه بارك لرئيس الحكومة الجديد، وهذه العملية تحسب أيضا لرئيس الوزراء السابق أي أنه متفاهما للوضع وأن هناك ضغوطات. هذه الضغوطات انعكست في خفض بريق المجلس الانتقالي وخفض بريق بقية الأطراف وحالة الهدوء غير المتوقعة في الجبهات خصوصا جبهة الحدودية. طيب الآن في سياق الوضع في المحافظات المحررة، نتحدث تحديدا عن المحافظات في الجنوب، هل أزيلت عقبة من أمام المجلس الانتقالي لتصرف بشكل يعني الاستفادة بشكل أكبر من الأوضاع في المحافظات الجنوبية وتسجيل المواقف السياسية بإقالة بندر برأيك؟ لا أعتقد، بالعكس، بندر ربما كان فرصة للإخوة في المجلس الانتقالي، لكن إبعاد بندر أعطاها بفرصة أمامهم، لأن المسألة ترتبط بالداعم الأساسي للمجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي انتحش بشكل كبير بفعل دعم بعض دول التحالف. اليوم المجلس الانتقالي عندما تلتزم هذه الدول بأن لا تقدم أي دعوات إلا عبر الحكومة الشرعية، فأعتقد أن المجلس الانتقالي تلقى ضربة قاسية وضربة كبيرة، يعني ما يتداول من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت يقول غير ذلك تماما، أي أن هذه التفاهمات قد تؤدي إلى تكليف المجلس الانتقالي، وقد يرغم المجلس مع مستقبلا إلى أن يتحول إلى تيار سياسي بدلا من كونه مجلسا كبير أكبر من تيار سياسي أو ائتلافا سياسيا عريض لقوى سياسية مختلفة. طيب في مع وضع باعتبار ما تحدث به الأستاذ عبد الهادي العزعزي، أسألك الأستاذ صلاح، الآن هناك دعوة للبرلمان بحسب مصادر يعني صحفية تتحدث على دعوة لانعقاد البرلمان سواء في سيئون أو في مأرب، وكذلك تحركات برلمانية واسعة. هذا الأمر يبدو أن المجلس الانتقالي لديه يعني موقف منه خلال الفترة الماضية، ألا يشير ذلك بشكل كبير إلى فشل من نوع أو آخر للمجلس الانتقالي وجمعيته الوطنية؟ عقد البرلمان في سيئون أو في عدن إلى الآن لا أتوقع أنها تحصل على الإطلاق، فإن عقد في الرياض ربما مع صعوبة هذا، لكن أن يعقد في حضرموت في عدن أو حتى في حضرموت فهذا إلى الآن يبدو شبه مستحيل، ولا أعتقد أنه سيجد أي قبول سواء من المجلس الانتقالي أو من القوى الجنوبية الأخرى التي ترفض مثل هذا التكريس للوحدة الاحتلال 94. فالمؤسسات الجمهورية اليمنية التي عبثت بالجنوب واحتلتها ونهبت أرضها واستبدت به من قرابة نصف قرن هي لا يمكن قبولها
تعيد بناء نفسها وتعيد إنتاج نفسها مرة أخرى، فتم قبول الحكومة على مضض بضغوطات خارجية وهذا معروف. لكن أنا أتحدث عن وجود برلمان، هذه الضغوطات الخارجية بدون أن تتجه أيضا لدعوة البرلمان للتشاور والانعقاد. اسمح لي إذا تمت مثل هذه الخطوات فهذا مؤشر على أن هناك تصعيد تقوم به الشرعية نحو الانتقال ونحو القوى الجنوبية، بل ونحو الشعب الجنوبي بأكمله، إن حصل مثل هذا التوجه الذي أستبعده تماما. يعني ألا ترى أن هذا الأمر يجري بدعم من التحالف العربي، وكذلك يعني بالتحديد المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هذه التحركات ووجود أعضاء للبرلمان في الرياض الآن؟ دعني أسألك وأسأل من يقوم بهذه الخطوات، هل هذه الشرعية تنقصها دعم سياسي أو تنقصها مؤسسة شرعية؟ فهي تحظى بشرعية دولية أكثر، فهي ليست محتاجة لدعم من برلمان أصلا، هو متهالك ولا وجود لا فعليا. نحن نتحدث الآن عن الدعم المجلس الانتقالي في هذا السياق، مثل هذا فهي تحديدا السعودية لهذا لدعوة البرلمان تشير إلى يعني تعاظم موقف الشرعية في مقابل نوعا ما أن ما يحدث بالنسبة للمجلس الانتقالي من مكاسب ليس بهذا القدر. إن كان السعودي تتحرك بهذا الاتجاه فأعتقد أن لهذا علاقة فيما يتم في المهرة، وربما هناك شرعنة وجود يتم تكريسها ربما هذا، لكن أن يتم الحرص على عقد البرلمان في الجنوب في سيئون أو في عدن، فهذا مؤشر على أن هناك سوء نية نحو الجنوب فوق ما هو من توجس عند الجنوبيين من توجهات التحالف ومن إدارة ظهره بالأول الأخير، برغم ما قدمه الجنوب من تضحيات كبيرة وشد أزر التحالف وأنقذه من ورطة ومن مستنقع كان أوشك أن يقع بها في الجنوب. وإذا كان هناك نوايا سعودية بهذا الاتجاه فأعتقد بأن يعني خطوات لا يمكن فهمها أكثر من أنه بحث عن مزيد من الصدام. طيب دعني أنتقل بهذه النقطة، نقطة البرلمان وموقف التحالف وكذلك السعودية، من إليك أستاذ عبد الهادي، يرى أستاذ السقلطي أن أي تحرك للبرلمان يعني خذلان للمطالب في الجنوب، كيف ترى أنت هذه المسألة في سياق التحركات والدعوة للبرلمان للتشاور ثم الانعقاد في سيئون أو مأرب؟ أعتقد أن العمل من قبل التحالف واضح تماماً، عدم حددت عاصمة للدولة الاتحادية والبرلمان جزء من هذه الدولة الاتحادية، وبالتالي لا يمكن أن تعترض على الخطوة رقم 2 وأنت لم تعترض على الخطوة رقم 1. عدن قالت هي العاصمة ومقر للحكم الماضي، بالتالي هي مقر البرلمان، ومتى ما قرر التحالف العربي استنادا إلى قرارات مجلس الأمن السعودي التي إنجازاتها من القرار 1140 مباشرة إلى 2016 وبيانات المجلس التي إنجازاتها تلزم جميع الأصدقاء بما فيها التحالف العربي ومجلس الأمن والدول الخمس والعشر الأعضاء الدائمين وغيرها من مجلس الأمن، لأن الحفاظ على وحدة هذا البلد وسلامة أراضيه، وبالتالي أي الحفاظ على الكيان السياسي الشرعي المعترف به من قبل المجلس الأقصى، وقال أن هذه الدولة الشرعية المعترف بها من العالم بشكل عام، فهل هذه الدولة الشرعية منتقصة من الداخل ومعترف بها في الخارج؟ هنا السؤال مطروح، هنالك قرارات وإمدادة محددة لقرارات مجلس الأمن تتكرر دائما في أي تعامل أو أي خطابات له التحالف العربي ممثلا بدوله جميعا، وما تفرضه الجامعه العربيه مثلا المؤتمر الاسلامي، اي ان هذه المساله من الناحيه الشكليه والقانونيه محصوره تماما، انك قد يكون عدن او سيئون او اي، لكن المساله دوما تشير يعني الاشاره دوما استاذ عبد الهادي الى التحركات على الارض. هناك يعني الان ليس هناك دور فاعل للحكومة على الأراضي المحررة يعني بالتحديد العاصمة المؤقتة عدن وما جورها. الآن مع هذا التغيير في رأس الحكومة، هل ترى أن العوائق التي كانت بوجه رئيس الحكومة السابق بن داغر للعمل الفاعل قد ذهبت الآن؟ أعتقد
اعتقد انها ربما نقول نحن نتكهن ان هناك تسويه بحسب المؤشرات القائمه. لنظام النتاج هذه التسويه تمكين الحكومه، وهنا تمكين الحكومه اي انه قوة تمنع الحكومه من ممارسه عملها. هذه القوة لديها الان الاستعداد ان تسمح للحكومه وتوفر لها غطائيه كامله لاحقاق تغيير رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي استبداله اي ان الاستبدال ما اشبه كما يقال ببراءه يمين فقط لا غير، لكن هي لديها الاستعداد. هنالك تغييرات ديانيه، هناك تغييرات محليه، هناك بعض الاطراف التي ربما مع الاسف يكون استخدمها التحالف العربي، وبالتالي مولها دعمها من كل الاطراف. الان عليها ان تقدم تنازلات ليس بارادتها لكن باراده الممول اي باراده التحالف العربي نفسه، وهذه ما سوف برايك هل سيقدم المجلس الانتقالي نوعا من هذه التنازلات استاذ عبد الهادي؟ هل سيقدم هذا المجلس، هل سيتيح المجلس الانتقالي للحكومه يعني لرئيس الحكومه واي تشكيل يعني حكومي معه العمل بشكل اوسع على الارض في الايام القادمه؟ يا اخي بالنسبه للمجلس الانتقالي في الاصل هو عندما نشا كان جزءا اساسيا من الحراك، والحراك ممثل في الحكومه، هذا اولا. مساله هناك جزء كبير مما جرى فقط مساله الحق. استاذ عبد الهادي يبدو ان هناك اشكاليه في التواصل مع استاذ عبد الهادي، اعود اليك بنفس النقطه اليك استاذ صلاح الصقلدي في مساله ان الان المجلس الانتقالي هو من يعني يبدو انه يسيطر فعليا على العاصمه المؤقته، وكذلك الامارات تسيطر على الكثير من موارد الحكومه تمنعها ايضا من التصرف بها بشكل كبير. كيف اذا يمكن توجيه اللوم من قبل من يؤيد المجلس الانتقالي على الحكومة والسلطة الشرعية، وكيف ستتعامل هذه المسألة مع رئيس الحكومة الجديد؟ دعني أعلق على الأخ عبد الهادي العزعزي من تفضل. هو يتحدث وكأن الحرب لم تقم، وكأن المطيرات لم يجد فيها جديد، وكأن الخارطة السياسية لم تتغير بعد 2015، فهو لا زال فهو وكثير مثله يتحدثون بفلسفة ومنطق الوحدة أو الموت. فالمطيرات حصلت أمور على الأرض بعد 2015، الوضع السياسي الخارطة تبدلت تماما، وبالتالي لابد لكن من أليس هذه التصريحات هو أشار إلى تصريحات سياسية حتى على مستوى الإمارات وكذلك المملكة العربية السعودية في سياق التصريحات السياسية في المحافل لا لا الدولية؟ لا 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 اسمح لي، هو يتحدث عن مشروع الدولة الاتحادية. هذا المشروع تجاوزته الحرب وتجاوزته الأحداث وتجاوزه المنطق أصلا. فعندما تتحدث عن مشروع مثل هذا فأنت هنا لازم تمارس نفس البلطجة السياسية التي تمت بعد 94. فمشروع مثل هذا طوته الحرب إلى غير رجعة، وبالتالي لابد من البحث عن مخرج جديد. فجذر الأزمة اليمنية وجذر القضية الجنوبية هي فشل وحدة بين دولتين بين شعبين، تم القضاء على هذه الوحدة وانتهت عام 94 وتم تشييعها. يعني من يملك الواقع الآن هو المجلس الانتقالي في المحافظات خارج هذا خارج هذه الحقائق فهو نعم من يملك القوة على الأرض في المحافظات الجنوبية هو المجلس الانتقالي، أليس كذلك؟ نعم هو الأكثر قوة موجودة، أكثر قوة طيب جماهيرية. إذن كيف يمكن تحميل الحكومة ولا عليها اللوم في سياق عدم تقديم الخدمات؟ لا أحد وقف أمامها على الإطلاق، الحكومة هي موجودة في الخارج وكيف لها ستنفذ خدمات؟ الخدمات المستفيد منها هم الشعب، وبالتالي التحقق بأن هناك مرة يتحققوا بالتحالف، مرة يتحققوا بين الإمارات الموارد بيدها، ومرة المجلس الانتقالي هو الذي يعيقها، فكل هذا مجرد تبريرات للفشل. أما كقوة سياسية كقوة جماهير المجلس الانتقالي لا أحد يستطيع أن ينكر وجوده، فمن ينكر هذا الحقيقة فهو لا يريد أي حل للقضية الجنوبية ولا للأزمة اليمنية بشكل عام. المجلس الانتقالي والشعب الجنوبي ثابت اليوم على أرضه بعد ما حصل ما حصل وبعد هذه المتغيرات كلها، وأي تجاوزات مثل هذا وعادتنا إلى الحديث عن مشاريع ما قبل الحرب فهو لا يمكن قبوله على الإطلاق ولا يمكن تقبله. طيب دعني أقول هذه النقطة إلى الأستاذ عبد الهادي، مسألة الحديث عن مشاريع ما قبل الحرب. دعني أقول هذه النقطة إلى الأستاذ عبد الهادي العزعزي. نعم. يتحدث سمعت أستاذ عبد الهادي ما تحدث به الأستاذ صلاح حول أن ما تتفضل به من طرح هو يعيد اليمن إلى ما قبل الأحداث الانقلاب
وهو حديث خارج الواقع كما يفهم منه. كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ أعتقد لو عدنا إلى حديث المجلس الانتقالي نفسه طالب بتغيير حكومة بن داد، وكنت في الأساس لا تعترف بهذه الحكومة وتطالب باستقلال، فلما تطالب بتغييرها إذن؟ إن كانت المسألة لا تتقاطع معك. أي هذا هي المطالبة اعترافا بشرعية هذه الحكومة بشكل أساسي على أرض الواقع. هذه الحكومة موجودة، هي من تدفع الرواتب، هي من تدفع الخدمات، هي من تتعامل مع الخارج بشكل عام. المجلس لا يتعامل مع الخارج إلى الآن، المجلس لا زال في حركة داخلية، ومع هذه الحركة الداخلية يتم تطويرها لتتقية مع المسألة الاتحادية. هذه المسألة تقتضي اعترافا الخارجية مساندة الاتحادية، تقتضي أن البلد تحت البلد السابق شارك في كل قراراته، أي الأمم المتحدة الحفاظ على مقدسه العرض وسلام سلامة العرض أو مقدسه الكيان السياسي. المسألة تقتضي عرض أخرى كبيرة، لا زال المجلس لم يجمع عيدا منها بدرجة أساسية. مطالبة المجلس في مسألة الحكومة، اعتراف المجلس بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي وعدم اعترافه بالحكومة، هذه مسألة فيها نوع من الازدواج كلاهما مكملا لبعض، هذا جزء من الدولة الشرعية والسلطة الشرعية القائمة في ثلاث. فالمسألة هكذا ينظر إليها، لو أن المجلس فعلا ليس لديه نوايا في هذا الاتجاه، لا داعي كان لأن يناقش الحكومة أطيلت أو لم تقال. أيضا لا زالت هي من تدفع الرواتب، أي لا زالت هي القوى الفاعلة على الأرض إلى الآن، ولا زالت هي تحصل على الموانئ والموارد السيادية الكبيرة ولو ظاهريا. طيب دعنا ننظر إلى المستقبل. أسألك أستاذ صلاح، كيف سيتعامل المجلس الانتقالي وكما يقال أنه يعني وكيل الإمارات على الأرض في المحافظات الجنوبية، وبالحديث عن وجود صفقة وما شابه، كيف سيتعامل المجلس الانتقالي في المستقبل مع تشكيلة الحكومة، مع رئيس الحكومة الجديد؟ أولا دعني أصحح لك مفهوم، وهو أن المجلس الانتقالي ليس وكيلا لأحد، هو مفوض من الشعب الجنوبي، اتفقنا معه أو لم نتفق، اختلفنا معه أو لم نختلف، فهي هذا حقيقة. إنما القول بأنه وكيل وكأنه عميل للخارج، لكن هناك حديث عن الخارج، يعني فهذا منطق ليس دقيق. أحيانا قرارات دولية تتحدث، مجلس الأمن يتحدث عن مشابه. نعم يا عزيزي، الحكومة بنفسها عميلة وهي مرمية تحت أبواب السلاطين والملوك، فمن الذي يملك إرادته ومن الذي يملك قراره؟ الجميع كله بيد الغير، إن حبينا أن نكون واضحين أكثر من هكذا. أما كيف سيتعاطى المجلس الانتقالي مع هذا الأوضاع، فهذا يتوقف على كيف ستتعاطى هذه الحكومة. هل ستأتي بعقل جديد، بعقل منفتح؟ هل ستفتح قلبها وتشرع ذرعها للجنوبيين جميعا وللمجلس الانتقالي على ضوء هذا؟ هذا ما سيتوقف عليها الرد بالمجلس الانتقالي، لأنها هي من يمتلك كل أسباب التغيير، ومن يمتلك كل أسباب التأثير، ومن يمتلك كل أسباب رفع المعاناة وتحسين الأوضاع هذا. أما المجلس الانتقالي هو اختلفنا معه أو لا، فهو ليس سلطة تنفيذية، ليس بيده الموارد، هذا حقيقة، ليس بيده لا بنك ولا مالية ولا نفط ولا غاز، ليست بيد الإمارات. فمن الذي يمتلك كل هذه الموارد؟ هو الذي يجب عليه أن يحاسب، هو الذي يجب عليه أليست هذه الموارد بيد الإمارات؟ من يسيطر على الملام بالأول والأخير؟ نعم. هو من هو الذي يسيطر على الموانئ في المحافظات المحررة؟ إن الحكومة، اسمع لي أنا ما أسمعه أن الحكومة هي تقول أن الموارد كلها بيدها، وأنها هي وزير المالية هو من ضمن حكومتها، محافظ البنك ضمن تشكيلتها. إن كان هناك جهة أقليمية، الإمارات أو غيرها، فلتعلن الحكومة. لماذا هذا الخجل؟ لماذا تتهيب ولماذا تخجل أن تقول الحقيقة؟ لماذا هذه النقطة للأستاذ عبد الهادي العزعزي كنقطة أخيرة أن الإمارات لماذا لا تواجه الإمارات بدل، اسمع لي، لماذا لا تواجه الإمارات مباشرة بدل أن توجه رسائل عبر الانتقالي للإمارات؟ لماذا لا تقول يا إمارات أنتم مستحوذين على الموارد، وأنتم دولة احتلال، والغاز بيدكم والبترول بيدكم، ليس بيدنا ما نعمله؟ أما أن تظل ترمي حقيقك على المجلس الانتقالي فهذا جبن. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى الأستاذ عبد الهادي، وضعا باعتبار ما تفضلت به، ما الذي سنشهد، يعني هل سنشهد تغيرا في تعامل
الإمارات وكذلك المجلس الانتقالي في قادم الأيام مع رئيس الوزراء الجديد برأيك أستاذ عبد الهادي في دقيقة؟ أعتقد أنه سوف نشهد تغيرا كبيرا، إن كانت المسألة تملك صفقة وتفاهمات سوف نشهد تغييرا كبيرا في أداء الحكومة وتمكنها على الأرض وتطور في الوضع السياسي للمجلس الانتقالي وبقية القوى الأخرى، وبالتالي هذا ما يجب أن تثبته الحكومة أو تمثيل خلال الشهرين القادمين فقط لا غير لا أكثر، إما أن تتغير الأوضاع وتسيطر على الملفين، على ملف التحرير والملف الاقتصادي والملف الأمني وملف الاستثمار وتغيير الوضع، ما لم فإن هذه الحكومة أعتقد أن تغييرها كان لا داعي له إذ لم يجري هناك تغييرا حقيقي في الأداء والممارسات على مستوى الأرض ومستوى الموارد. المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي وكذا الأستاذ صلاح الصقلدي الكاتب الصحفي كنتما معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكما، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.